السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى نصنع باور سبلاي أول شيء نحتاجه هو المنظم الجهد. منظم الجهد هذا LM317، هذا المنظم صنع سنة 1976 ومن عدة نوعين. هذا النوع هو الموجب، وكنوعية ثانية السالب. هذا الموجب هو 317 LM317، لكن السالب هو LM337 نوعية ثانية. 337 يتركب له السالب هنا بمكان ما يتركب الموجب بهذا المكان، راح يتركب السالب بهذا المكان، يكون بهذا الشكل. دخول الفولتية منه وتطلع الفولتية من الدرين، هذا منه المنتصف هو خروج الفولت منه اللي ينظمه. وطبعا هاي البوابة هي اللي تنظم دخول الالكترونات وخروجها، هي تعتبر البوابة، لكن الدخول هو منها من اليمين والخروج من المنتصف، وهذا هو الـ LM317. بينما السالب هو 337 LM337، يدخل السالب منها ويخرج من المنتصف، ينظم الجهد أيضا بنفس الطريقة. البديل لهذا هذا الموجود، البديل هاي النوعية الثانية، أحاول أوضحها. هذا اسمه UTC 317، نفس الرقم لكن الرمز مال الشركة هو UTC. تشوفون هذا اللي موجود هنا UTC بمكان LM. أيضا هذا هو البديل LM317. يعني حتى إذا لقيته تريد تسوي بيه باور سبلاي أو تتحكم بأي جهد تريد تحصل من عنده، هو هذا البديل ماله، هذا الموجب UTC 317 الموجب. هسه راح نربطه، راح نعطيه جهد، راح نعطيه 24 ونظل نتحكم به شوي شوي، ينطينا مقدار جهد هو من 1.5 فولت الى تقريبا 50 فولت يعطيها، وحسب المقاومه اللي تنضاف على البوابه. هسه انا راح اخلي مقاومه متغيره وراح نربط ان شاء الله متوفر. تابعوا وياي. هاي المقاومة قيمتها 2 كيلو اوم. شنو فائدة هاي المقاومة؟ فائدة هاي المقاومة اربطها هنا بالموجب وخليها على البوابة الجيت حتى تمطينا وضع تشغيل مستمر، دائما تشغيل للمنظم الجهد الاجليتور 317. والمقاومة المتغيرة هي اللي راح تنزل بالجهد عن طريق تحويل البوابة بضخلها الكترونات سالبة هنا. فالمهم ان هاي المقاومة هي اللي راح تمطينا وضع تشغيل دائم للمنظم. هسه راح اربط المقاومة المتغيرة. هاي المقاومة المتغيرة قيمتها 5 كيلو اوم، يعني 5000 اوم، وهذا الرمز ماله هنا موجود 5000 اوم، 5 كيلو اوم. راح اربطها، اربط المنتصف هنا، الموزع راح يصير على البوابة الجيت مال منظم الجهد الاجليتور 317. مصدر الجهد اللي راح اربطه سوي بي باور سبلاي هو هاي المحولة. هاي المحولة هي مال الطابعة HB. اذا نشوف البورد مالتها الليبل هنا اللي موجود، الخروج ماله هو 24 هنا الى 22، لكن هي بها حمايه. الحمايه الموجوده هنا اذا اسوي دمج هنا شورت بالاطراف راح تفصل تلقائيا. اذا تشوف هنا طفت، اطفي الكهرباء وارجع اشغلها تشتغل ترجع. هاي الميزه اللي بها، وبالتشغيل تطفي التشغيل ترجع، يعني بها حماية تلقائية. فراح اربطها. اللي اربطه هنا هو الموجب، هنا يكون بالمدخل مال الجليتور. نلحم موجب المحولة بالسورز مال الجليتور هنا بهذا المكان، وسالب المحولة ينربط على المقاومة المتغيرة اللي هو الشاحن، الترانسفورمر الشاحن او الادابتر، يلحم الطرف السالب على المقاومة المتغيرة هنا بهذا المكان.
حتى المقاومة المتغيرة تظل تنطي سالب للبوابة وتنزل بالقيمة والجهد شوية شوية. هسه راح أضيف مصباح وأشوف العمل مالنا ناجح لو لا. المصباح راح يكون على الدرين اللي هو هذا المنتصف هذا هنا، وعلى السالب، سالب الشاحن اللي مربوط هنا على المقاومة المتغيرة 5 كيلو. هسه راح ابدي اشغل الدائرة، انطيتها كهرباء، وابدي افحص بالمقاومة المتغيرة اللي هي 5 كيلو، واشوفها جاي تنطيني فتح للبوابة ولا لا. زيد بيها شوي شوي. هنا المصدر هو 24 فولت، والتنظيم يبدأ من 1.5 فولت إلى 50 أو إلى 40 30 35 حسب المحول الموجودة. هذا أوفوميتر نقيس به السالب على السالب المشترك والموجب هنا، ونبدأ نزيد. لا تشوفون الثبات، ثبات الفولت، بنزود شوي شوي. وطال 17 فولت من اصل 24 حسب المقاومة اللي موجودة هنا. اذا ازيد المقاومة هاي تزداد، لكن تصير بها حماوة، ما احب اثر على المقاومة او على الجليتور حتى ما تصير بها حماوة. فهذا الشيء احنا راح نستخدم شو اسمه فقط بوابة، واذا تريد الفحص وعندك امبيرية ضعيفة تحتاج تفحصها تبقي نفسها. هسه راح نفحص بشاشة الكترونية ثانية بدون مصباح بدون حمل. هاي شاشة فولت ميتر، شاشة رقمية، راح اربطها هنا حتى نقرا الفولتية اللي موجودة شلون ترتفع وتنخفض. فاحنا هاي الشاشة بيها 3 خطوط، ذني خطين هنا التشغيل الرئيسي، ضفت مقاومة هنا 1 كيلو حتى الفولتية 24 ما تأثر عليها، هي ما تأثر عليها، لكن انا احب ما تتلف اللدات مالتها، فضفت مقاومة 1 كيلو. راح انطي موجب مباشر هنا وسالب مباشر هنا للتشغيل. وهذا هو القارئ، القارئ راح اخليه على الدرين على الاوت مال الفولت. وهذا الاوت الموجب اللي هو لازم نربط عليه الشاشة حتى نشوف شقد الفولتيات اللي جاي تخرج وتقراها عنا الشاشة. طيب هسه اشغل الكهرباء. الكهرباء هنا 10 و8، اقل الفولت نفس الشيء، اصعد المقاومة المتغيرة نفس الشيء. اذا اكو الكترونات فاضية جاي يشغل لي الشاشة هنا بالمخرج بالخروج مال الاوت مال الموجب والسالب، هنا موجوده مخزونه بداخل منظم الجهد. فهاي المشكله يراد لها حل. شنو الحل مالها؟ نضيف مقاومه 1 كيلو اوم على الاوت، على الاوت اللي راح نشتغل بيه على الدرين مال ال ام 317 الموجب والسالب، هنا يصير بين هذا الخط وبين هذا الخط، ذني اللي راح نحتاجه نشتغل بيه. هسه اذا تلاحظون من اوصل المقاومة لواحد كيلو اوم تنتظم الكهرباء.
فرق هنا. الالكترونات الفائضه جاي اكبح جماح الفولت الفائض اللي موجود هنا عن طريق المقاومه الواحد كيلو اوم. هسه اكتمل التوصيل والشاشه هاي ركبناها للقراءه ونبدا نزيد بالفولتيات من الواحد ونص وبدايته واحد ونص. اذا تلاحظون الزياده الفولتيه ساين طبيعي وما بي اي مشكله ونظامه ويا حركه المقاومه يعني ماكو فضاوه عندنا بالمقاومه. هسه اكتمل عندي الباور سبلاي اذا اخلي عليه هنا مصباح وافحص الجهد. شاشة موجودة وانارة موجودة والتنظيم موجود وابدي ازيد بالفولتيات. بهذا الشكل تزداد الحمد لله. وايضا 17 فولت ما اثر المصباح هنا الواطية ما اثرت على الباور سبلاي. اول شيء له تبريد اضيفه له اللي يسوي باور سبلاي وايضا ما تستخدم الحمل مباشرة على منظمة الجهد الجليتور، لا تجيب ترانسستر ثاني وتخليه فقط بوابة يفتح ويغلق الترانسستر حتى ما تصير مشكلة بهذا او يتلف بسبب الحمل الزايد. طبعا وهذا النوع هاي المحاولة اللي شرحت لكم عنها اي دمج يصير بها راح تطفى تلقائيا. شوف طفت. اي شورت يصير نشغل ونطفيها. ايضا هي مفيدة هاي المحولة ومتوفرة بالطابعات ال HP القديمة هاي البيضة الصغيرة وان شاء الله تكون استفادتم من هذا الفيديو. لا تنسون المتابعة المشاركة بالقناة اشتركوا بالقناة وشكرا لكل واحد تابعني لحد هاي اللحظة. إن شاء الله تستفادون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.